كيفن مان تو مان ارتانا سو اللي عم يدافع على ديوب. ديوب بياخذ تسديد قولي بسجل ديوب ريس في تركيز على الديفنس مع انه السله اللي سجلها بهنام كانت هينه وهيدا هيدا وقال على الفريق اللبناني فاست بريك كريم زينون بروح بالفاست بريك بسجل الزينون ريبون دفاع جديد ديوب عم ياخذهم سريعه سريعه اوه مش معقول كبها لقدام وائل عرقجي بالفاست بريك يلا يا وائل بيعطي التمريره بتوصل لمين لريس الثالثة يا ديوب الثالثة يا ديوب بسجل الثالثة لانه باري باتي السايز اللي عنده اذا كان لاعب طويل ممكن يكون اسرع منه ما اكتفى كمان ديفنسيف ريباوند عم نسيطر اكثر واكثر على الريباوند فاست بريك وائل عرقجي بسجل العرقجي مع الخطا لعب على ارتاناس راح الفريق اللبناني وائل عرقجي بيطلع بنص الملعب يلا يا وائل بمرر لمين لهايك جوك شا هايك حلو كثير الفينش يا هايك بيلحق طابته هايك بيعطي ديوب ديوب لمين لهايك جوك شا بعد عنده خمس ثواني كيفن يلا يا كيفن بحاجه لالك بحاجه لالك بيجي للزون اي جس امير سعود ليك حلو كتير بياخد هايك التسديد دي عانا يا هايك اوفنسيف ريباوند علي منصور بلمة بيعطي برا وائل والعراج بيضرب هايك جوكشا عم ينزل على البوست عم ينزل على البوست امير سعود حلو كتير حلو كتير سجل بسجل هايك بطلع له اياها لكيفن كيفن مارفي وصل على السلة بسجل كيفن مارفي حلو كتير كمان فرصة عم تضيع للإيرانيين كيفن مارفي إذا ضرب إذا ضرب بيضرب كيفن مارفي عشر كيفن زون 1 3 1 كأنه مش زون 2 3 تسديدة بسجلها كيفن مارفي ديوب شو ديوب عم يخترق على السلة بمرر شو حلوة شو حلوة الأسيست انتبه تاني 3 بوينتس على التوالي لبهنام يخشالي حلوة كتير يا وائل جيم رح يربحوه هون حلو كتير هالدرايف بلش يتحرك ريس برد برد يو بريس ياخذ تسديدة اي يا راجي اي يا رهيب الرهيب ضرب من المسافة البعيدة سجل نقطة ال 20 وائل صعبة مش صعبة ابدا على عم يقول لهم فير بلاي عم يقول لهم وائل عرقجي فير بلاي بروح بسلم بروح رياضية على برنامج يخشالي حلو الروح الرياضية يلي عم يعيشها بالاخر بين جورجان والرياضة وائل عرقجي بيقول لزملائه قدر اللعب فير بلاي والرياضة اللبناني عم يتقدم 1-0 بالسري النهائية على حساب فريق جورجان بنهائي زون غرب